الو اتفضل. الو، الو اتفضل. ازيك يا باشا؟ يا صحتك. والله الحمد لله. اتفضل يا ابو غاش. حبيب قلبي انت، انا احترمك، بحبك. اتفضل حبني بس رد على السؤال، مفيش مشكلة يعني، حبني ورد على السؤال. نعرف، هل ابو حنيفه النعمان استفاد من الامام جعفر الصادق عندما كان يدرس عنده؟ زي ما احنا استفدنا من الامام ابن تيمية، زي ما احنا استفدنا من الامام نعم. احمد بن حنبل، زي ما احنا استفدنا من فلان وفلان وفلان، يعني ايه ما ايه دخل العصمة في السؤال يعني؟ لا، خطر في بالي، خطر في ايوه بالي ماشي، بس ايه هذا دخل برضو العصمة؟ الموضوع. معلش برضو اديني جاوبتك، بس ايه يعني ايه دخل العصمة، ايه دخل السؤال في كلامك يعني؟ انت بتقول هل استفدنا من المعصومين؟ استفدنا من العصمة، انا اقول معنى استفدنا من من العصمة العصمة. على أرض الواقع. عليك نور. اتفضل دينا استفادات العصمة لينا على ارض، كمسلمين على أرض الواقع. اتفضل. واقول لك على حاجة، انت اعتقد، انا هقول لك على نفسي، انا يعني ما احس اكون استفدت. يا عم تحبني ما تحبنيش، دي حاجة خاصة، مسألة خاصة يعني، واخد بالك؟ لكن احنا دلوقتي انا نسأل ابدا، سؤال، ما العصمة دلوقتي الذي أعطاه الله عز وجل للأئمة عندكم؟ بماذا استفاد منها المسلمون بس؟ وكيف انا اعرف رب العالمين اعطى العصمه للمعصومين؟ كيف اعرفاني؟ ما اعرف، ما عندي أولاً يعني معلومه هو عنه. أصلاً بص، ابتداءً معلش يعني ابتداءً ما فيش عصمة المعصومين أصلاً، وأنا أتحدى أن تأتوا بها صريحة لا من كتاب ولا من سنة. دي ابتداءً، ولكن إحنا تمشينا معاكم. وقلنا لكم يا جماعة ماشي خلاص المعصومين، تعالوا نشوف بقى المعصومين عندكم عملوا إيه معلش يعني للأمة يعني. بماذا استفدنا من العصمة يعني؟ انا ماشي، اي يعني معلش انا معني خلفوا لنا اسلوب. مثلا، خلفوا لنا كتاب صحيح من الجلده للجلده، اطمأنينا لكلام العلماء ما ايه فيش. مثلا، يعني عملوا ايه يعني، ايه اللي هم عملوه يعني، انا عايز افهم يعني. مجرد، لا، مجرد كلام، ما فيش دليل. كلام ما فيش دليل، لا ايوه على كلامك الرسول انت ولا اللي ما على فيهوش السنة. دليل حضرتك يعني. انا دلوقتي عشان انسب العصم لحد يبقى لابد من دليل، عشان انصب العصمة لحد يبقى لابد من دليل. انت ما عندكش دليل اصلا ابتداء على العصمة، ولكن فوتناها ماشي يا عم، ولكن المعصوم انتوا اللي قلتوا ان لابد للأمة من معصوم حتى يحفظ لنا الدين، حتى يحفظ لنا القرآن، فلقينا ان القرآن محرف، فلقينا ان المعصوم اخذ القرآن ومشي، فلقينا ان المعصوم جه ومات وهو صغير وهو كبير وهو وسط وهو اكس اكس لارج، وبرضه نفس الحكاية ما لقيناش حاجة. كلامك منطقي. زي يعني، انا بحترمك انت يعني رجل سلفي وحكي كله منطق، منطق زين، منطقه. بالعكس ايوه انا لما انا احترم كلامي غيرك. منطقي حضرتك انا ليه لسه شيعي لحد دلوقتي؟ نعم، يعني ايه انا لما بتقول ايه؟ كلامي منطقي ليه حضرتك شيعي لحد دلوقتي؟ انا صحيح اقول لك، نعم انا شيعي، لكن شيعي بحق. ما انا ما عندي في شيء يعني يغضب ربي ولا يغضب اصحاب النبي ولا يغضب جدي محمد. بالعكس انا رجل معتدل. ماشي، ربنا يهديك ويصلح حالك، هنشوف بس حد يجاوب لنا على السؤال ده. شكرا ليك يا استاذنا، شكرا ليك.